اهلا بكم في مطبخ بسمتي بحلقه جديده من برنامج حلو بلا سكر. بهذا البرنامج عم نقدم لكم وصفات بالعسل لمناسبه رمضان بالتعاون مع عسل لونيزي. اليوم رح نعمل وصفه البقلاوه ورح نبدا بالمقادير. لهالوصفه بدنا رقائق عجينه الفيلو او عجينه البقلاوه، بدنا جوز مفروم بشكل خشن بهالطريقه، بدنا زبده مذابه، مي، قرفه، ملح، عصير ليمون، وعسل الجولدن كلير او عسل نحل الصافي من مغنيزي. فيكم تشوفوا كل المقادير بالتفاصيل من خلال هذا اللينك. لتحضير البقلاوه رح نبدا بالحشوه. رح اخلط الجوز مع القرفه والملح، ورح اخلط وحنخلي هلا الحشوه على جنب لبين ما نحضر العجين. رح نبدا بتحضير البقلاوه. عندي هون العجين عم خليها مغطاه بقطعه قماش مبلله لحتى ما تجف. اول شيء بدي اخذ القالب وبدي اقيس العجين على قد القالب. انا عندي هون قالب مدور، ممكن تستعملوا قالب بشكل مربع او مستطيل، ما بتفرق، بس لازم نقطع العجين على قد القالب. فلح اعمل دائره. هلا عندي الرقائق صاروا جاهزين، بدي خلي العجين مغطى بقطعه القماش المبلله. هاخذ اول قطعه احطها بالقالب وبدي ادهنها بالزبده. عندي هون زبده مذابه، انا دوبت الزبده وقمت الطبقه البيضه اللي بتطلع على سطح الزبده لما بتغلوها، هي الحليب، ماده الحليب اللي موجوده بالزبده، وهي الطبقه بدنا نتخلص منها لحتى ما تحترق بالفرن. فحبلش ادهن اول قطعه عجين بالزبده. بعد ما دهنت بالزبده 6 قطع من عجينه الفيلو، بدي عندي هون زايد على الاطراف، بدي اقطع الزايد لحتى ما تطلع العجينة على الأطراف لأنه بدنا الحشوة تبين. هقطع تمام على قد القالب، هأتخلص من الأطراف. هلا هحط أول طبقة من الحشوة، هأخد كمشة ورش فوق العجين. هنكمل هلا نفس العملية. لحأخد 4 رقائق من عجينة الفيلو بنفس الطريقة، هغطي الحشوة وحبلش ادهن بالزبدة. وهلا بدي اقطع البقلاوة قبل ما اخبزها. رح نقطعها بشكل مربعات. بدنا سكين حد كتير وبدنا نقطع للأخير. وهلا حنخبز البقلاوة لمدة 50 دقيقة بالفرن على درجة 175. وهلا اثناء ما عم نخبز البقلاوة رح نحضر القطر. عندي هون عسل جولدن كلير من لونيزي، رح اضيفه للطنجرة وحضيف المي. حنطبخ هالمزيج على نار متوسطة. حنخلط تقريبا لمدة دقيقتين. حنخلي القطر يغلي وبعدين نضيف عصير الليمون. وهلا بعد ما غلي القطر فيني اضيف عصير الليمون وحخليه يغلي ببطء لمدة دقيقة. بعد ما جهزنا القطر فينا نخليه على جنب لبين ما تصير البقلاوة جاهزة. وهلا صارت البقلاوة جاهزة، هي وسخنة. لح اسكب القطر فوقها. حنسمع الصوت لأنه لسه كتير سخنة. سامعين هذا الصوت اللي لازم تسمعوا. وهي كانت وصفة البقلاوة، إن شاء الله بتتهنوا فيها على سفرة رمضان. ما تنسوا تشاركوا معنا الصور على صفحتنا فيسبوك مع الهاشتاج بسمتي، ولاقوني بكرة لحلقة جديدة من برنامج حلو بلا سكر.